السلام عليكم، اهلا بكم في جزء ثالث من البرامج والمواقع اللي بتفيد المعماري في الشغل بتاعه. مثلا موقع اسمه سباسلي دوت اي اي، وده اللي هنبدا بيه. ده الموقع ده جميل جدا، جربته اكتر من مره. ان بيكون عندك صوره غرفه معينه فبترفعه ليه وتقول له غير لي الستايل، فبيغير لك الستايل تماما. تخيل من دي لديت، دي الاصل ودي الذكاء الاصطناعي قال عليها. مجرد ان انت بترفع الصوره من غير ما تدفع فلوس، من غير ما تعمل ساين ان، من غير اي حاجه خالص، وانليميتد تقدر تعمل صور زي ما انت عايز. تمام، فموقع جميل جدا وبيبدا ان يعمل لك تنسيق الوان بشكل جميل. الموقع اللي بعد كده ده موقع برضو مهتم بيه ان هو يصمم بالذكاء الاصطناعي. تعالى نشوف الفيديو، هتنبهر جدا. يعني اول ما بتدخل بيديك يقول لك بقى اختار قطعة الارض. طب اختار انت عايز تقسمها ازاي، هل الجزء ده المباني، طب انا عايز اكبر المباني، عايز اعملها فيلل، عايز كل ده اوتوماتيك. يعني لو انت كنت محدد مثلا 20 فيلا وبعد كده قالك لا ده 20% هيتعمل ارض زراعية، فاوتوماتيك هو هيغير مساحة الفيلا او يغير عددهم، وانت بتتحكم في الموضوع دوت بالبرامتر وبيديك. طب دلوقتي لما احنا عملنا ده كده بقى قد ايه مساحة المنطقة الزراعية، قد ايه مساحة المباني، كل ده في ثواني. تخيل حصل عندك تعديل، فالتعديل ده في اوتوماتيك بيحصل زي جوه المباني نفسها. يعني عندك مبنى وعايز تغير غرفة معينة، فالتأثير بتاعها هيبقى عامل ازاي، فهو معاك من اول ما تبدأ الفكرة لحد ما تعمل شغل حقيقي. طب تعالى نشوف موقع كمان، موقع اسمه لاير اهوت، بيسهل لك الشغل بتاعك بحيث لو حصل اي تعديل اللي يقدر ان هو يعمله معاك في ثواني، وبيتعامل مع البيم بشكل كويس ويطلع لك الديتيل للمشروع بتاعك. بعد كده تعالى نشوف الموقع دوت، هو عامل زي سبيس ميكر. نلغي الصوت ونتسرع. تبدأ تختار التوزيع اللي انت عايزها والارتفاعات اللي انت عايزها، ويعمل لك تقدر تعمله داونلود في اي لحظه انت عايزها، ويقول لك الكوست هيبقى قد ايه. هو ده مفيد للناس اللي هي شغاله في ديفلوبمنت. بيقول لك مثلا المباني هيبقى فيها كم غرفه نوم، المباني الحاجات السكنيه، الحاجات التجاريه، وهكذا. في موقع بلينري، ده موقع برضو موقع ممتاز بيساعدنا في عمل الوثائق. اضاف عليه موضوع الذكاء الاصطناعي الاي اي، بحيث ان وانت بتكتب اي حاجه في العقد، بتكتب اي حاجه، هو يبدا يساعدك ويستنتج ايه الجمله كلها. يعني تكتب بس بسم الله هو كمان لك بار الرحمن الرحيم، ده مثال. يعني تقدر تقول له طب انا عايز مختصر للكلام، او عايز الكلام ده تشرحه بشكل حلو، فبيساعدني كتير جدا في الموضوع دوت. او بقول مثلا صلح لي الجمله دي، او اكسبند، خلي السطر ده يبقى سطور كتيره، او لخصه لي. فالادوات اللي موجوده فيه كويسه جدا، يعني هو متخصص في المجال بتاعنا. هسيب لكم الرابط برضو اسفل الفيديو.